لا يوجد هناك ضمانات بتسهيلات مؤكدة، ولكن في هناك وعود بتسهيلات، وإحنا يعني سننتظر خلال 48 ساعة القادمة لنرى ما هو حجم هذه التسهيلات التي ستقدم للمؤسسة الأمنية لمتابعة العملية الانتخابية. يعني هذه زيارة مجاملة للجنة الانتخابات برئاسة الأخ حنا ناصر، لنشد على أيديهم ويعني ندعو لهم بالتوفيق، وأعتقد أن ما لديهم من معلومات مشجعة سواء على انتخابات الأمس أو اليوم، وإن شاء الله أيضا تحضيراتهم واستعداداتهم ليوم الأربعاء جاهزة وكاملة، ونرجو الله أن يوفقنا وأن تمر هذه الانتخابات بهدوء وسلاسة وسلام، وهذا كل ما نتمناه. لماذا تفترض وجود مشاكل؟ إن شاء الله لا، الله لا يجيب مشاكل، مش لا تحصل. إذا إن شاء الله ما تحصل، لكن إذا حصلت فسنعالجها في حينه. الأجهزة الأمنية لديها تعليمات مشددة أن تضرب بيد من حديد على كل من يحاول أن يخرب هذه الانتخابات. قد يكون هناك ناس ليست لهم مصلحة في الديمقراطية الفلسطينية، هؤلاء سنعزلهم ونمنعهم من تحقيق مآربهم. شكرا لك سيادة الرئيس.